روتين ترويج المعاملات في العراق وما يلاقيه المواطن من ابتزاز وإهانات لمجرد طلبه للحصول على إحدى الوثائق الرسمية. وفي أغلب الأحيان لا تروج معاملة المواطن العراقي إلا بدفع الرشوة. دائرة جوازات البصرة مثالا على ذلك، إحدى الدوائر التي يلاقي فيها المواطن العراقي والبصري خصوصا معاناة كبيرة للوصول إلى نافذة الموظف لتسليم معاملته، حيث تعاني الدائرة من سوء التنظيم وتأخر في إصدار المعاملات المروجة وإهمال المراجعين. دعونا نتابع المقطع التالي الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من البصرة. طبعا هذا حال الجوازات محافظة البصرة الساعة 7:15 تاريخ 8:17